تلاميذ سنة أولى ابتدائي، السلام عليكم. سنبدأ الآن في حل اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات النموذج السادس. نبدأ على بركة الله. النشاط الأول: أكتب بالحروف أو بالأرقام. إذن أكتب بالحروف أو بالأرقام. لدينا عددان، الأول مكتوب بالأرقام، إذن نكتبه بالحروف. هذا العدد هو 10. أحسنتم، نكتبه 10. عشرة. ثاني: 25 مكتوب بالحروف، نكتبه بالأعداد. هكذا 25. نراجع: 10 بالحروف، 25 بالأعداد. النشاط الثاني: ألون العدد 10. لدينا مجموعة من الحساب، سنلون الذي يكون لنا أو يعطينا المجموعه 10. أولا: 3 زائد 5. 3 زائد 5، 3 زائد 5، 1 2 3 4 5. نحسب: 3 4 5 6 7 8. إذن هذا لا يعطينا مجموعه العدد 10. 5 زائد 5، نحسب: 5 زائد 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 5 6 7 8 9 10. إذن هذا مجموعه يعطينا العدد 10. نلونه. عشرة زائد صفر يساوي، أحسنتم، يساوي 10. إذن نلونه، لأن مجموعه يعطينا 10. 8 زائد 1 يساوي 8 زائد 1، 1 2 3 4 5 6 7 8 زائد 1 8 9. مجموعه إذن لا يعطينا العدد 10، لا نلونه. نراجع: 3 زائد 5 لا يعطينا 10، يعطينا 8، لا نلونه. كذلك 8 زائد 1 يعطينا 9، وجدنا، إذن لا نلونه. 10 زائد 0 يعطينا 10، لوناه. 5 زائد 5 أعطانا العدد 10 مجموعه، إذن لوناه. النشاط الثالث: نحسب 10. لدينا أعداد ولدينا مجموع أعداد كذلك، سنقارن إذا كانت الأعداد فيما بينها أكبر من، تساوي أو أصغر من. العدد الأول: 10 مع 5 زائد 5. نحسب أولا: 5 زائد 5 وجدناها تساوي 10. إذن 10 10، إذن 10 تساوي 10. أحسنتم، تساوي 10. 10 تساوي 10، أو 10 تساوي 5 زائد 5. 10 زائد 4، أحسنتم، كم تساوي؟ تساوي، أحسنتم، 14. 14، نكتبها على ورقة وسخ كي نقارن. 2 زائد 20 تساوي، أحسنتم، 22. نكتبها أيضا. إذن نقارن بين 14 و22. 14 و22. 14 هي، أحسنتم، أصغر من 22، لأن عدد العشرات 22 أكبر من عدد عشرات 14. هنا 10 2 وهنا 10 1. إذن 14 أصغر من 22. 30 زائد 9 تساوي، أحسنتم، 39. 39. 0 زائد 30 يساوي 30. إذا نقارن بين 39 و30. أولا: 30 و39 لديهم نفس العشرة، 3 30 30. والأحاد، نقارن بين الأحاد، 9 أكبر من 0. 9 أكبر من 0، إذا 39 هي أكبر من 30. نراجع: 10 تساوي 5 زائد 5،
هي تساوي 10. 14 زائد 4 إذن هي 14. أصغر من 2 زائد 20 التي تساوي 22. إذن 14 أصغر من 22. 30 زائد 9 39. أكبر من 30. أكمل متتالية الأعداد. لدينا متتالية سنكملها. لدينا العدد الأول 33، بعدها أحسنتم 34، يليه العدد أحسنتم 35، بعده 36، بعده أحسنتم 37، بعده جيد 38، بعده أحسنتم 39، وأخيرا 40. نراجع معنا الحساب: 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40. النشاط الرابع: أملأ الجدول ثم أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. سنملأ الجدول بعدما نحسب عدد الأشكال، ثم نرتب الأعداد التي وجدناها من الأصغر إلى الأكبر. الحساب: نحسب أولا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، نحوط 10 هذه. نحسب معا ثانيا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، نحوطها أيضا. نحسب معا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 أخرى نحوطها. نحسب أخيرا 1 2، هنا وحدات. إذا نحسب معا كم يوجد لدينا من وحدات؟ 1 2، نكتبها في خانة الوحدات. نحسب عدد العشرات التي وجدناها، التي حوطناها: 1 2 3، 32. إذن يصبح العدد 32، 2 وحدات وثلاث عشرات، 32. ثانيا نحسب معا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، نحوطها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، نحوطها كذلك. نحسب الوحدات التي بقيت: 1 2 3 4 5 6، كم وجدنا من وحدات؟ 6 وحدات، نكتبها في خانة الوحدات. كم وجدنا من عشرات؟ 1 2، 2 عشرات، يصبح العدد 26. ثالثا نحسب عدد الوحدات، لا يوجد، إذن صفر. نحسب عدد أعمدة العشرات: 1 2 3، يصبح العدد كم؟ 30. إذن نرتب الآن، لدينا العدد 32، 26، 30. ما هو العدد الأصغر؟ أحسنتم، العدد الأصغر هو العدد 26، لأنه عدد عشراته هو الأصغر. 2 عشرات 32 3 وعشرات 30 3 وعشرات 26 هي 2، إذن هو الأصغر 26، عشراته أصغر. يبقى لدينا العدد 32 والعدد 30. عدد العشرات، لاحظوا معي، 3 عشرات. ننتقل إلى الوحدات، هنا لدينا 0 وحدات وهنا 2 وحدات. إذن من هو الأصغر؟ ما هو العدد الأصغر؟ أحسنتم، هو 30، لأن وحداته 0 أصغر من وحدات 32. 30، بعده أخيرا 32. نراجع معا: 2 وحدات وثلاث عشرات، 32، 6 وحدات واثنان عشرات، 26، 0 وحدات، 3 عشرات، 30. الترتيب يكون
26 وحداته أصغر، ثم 30 وحداته عشراته مثل 30، لكن الوحدات هذا صفر أصغر من 2، تصبح 26 ثم يليه 30 وأخيرا 32. النشاط الخامس، أحسب الأشكال وأكمل الجدول. نحسب عدد الأشكال الموجودة، مثلا المثلث كم يوجد عندنا من مثلث، ثم نكتبه في الجدول. نحسب عدد المثلثات معا، 1 2 3 4 5. إذن كم يوجد لدينا من مثلث؟ أحسنتم، 5 مثلثات. نحسب معا عدد المربعات، 1 1. هل يوجد هناك مربع آخر؟ لا، أحسنتم، لا يوجد، فقط مربع واحد. نحسب عدد الدوائر، 1 2 3 4. أكملنا عدد الدوائر. إذن كم يوجد عندنا من دائرة؟ 4 دوائر، أحسنتم، 4 دوائر. نحسب عدد المستطيلات، كم لدينا من مستطيل؟ نحسب معا، 1 2. كم وجدنا من مستطيل؟ أحسنتم، 2 مستطيلات. إذن وجدنا 5 مثلثات، 1 مربع، 4 دوائر، و2 مستطيل. وهكذا نكون قد انتهينا من حل التمرين أو الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وإلى اختبار قادم، والسلام عليكم.